يا اخوان يلا عندي مشكلة عندي مرة ما في ولا حرف والله اخذ 3 حصانات قسم بالله. شوف صارك كوات كبسوا كبسوا لا ما تشغلين شي طفي ايه منو ده يحكي هذا؟ ايه اسكت يبكون الحين شوف ايش قد حلو لما يكون ساكتين والله العظيم مخبصين الدنيا صح اخذونا حاصل فاصل ما في ولا شيء الحين ولا شيء صارك تقوت مره دبل انا طالع ويا المجانين والله مو صاعين هذول والله طالع ويا المجانين نصيحه انطي الناس على قد احترامهم يعني مثلا شو اسوي مثلا شو اسوي يعني ها يعني شنو قصدك انت يعني شنو تقصد شنو اقول لك حبيبي مرداتكم على الدبل الله صمت وبعدها بستأذن الله بطلع ايوه انت شو عملت اليوم ماما والله الحمد لله اخبارك امورك انا والله كنت بالاستوديو اليوم وكنت على مود اغنيتي والله رحنا هناك وتاخرت والله ساعه ايش قد يمكم يابا ساعه 3 3 ما شاء الله والله بس يطلع صوت 3 حصانات باخذ الله شلون نشوف الهدوء شوف الهدوء ميتو شكرا جاني يعني هذول تسكتهم حركاتهم ما يوقف شفت يا شكرا لكم والله دمت راح نخسر يا الربع مره ما نخسر معودين والله احنا نحكي مو الجدال يعني هذا نربح وناخذ حصانه وننزل قبل صار يجي عليهم دعم ايه انتقام هذا راح ينتقمون منه شكرا قلبي ديم شكرا كلكم بالعكس داريا ودعاء جوهم حلو يعني اساني مثلا احنا قلنا جوهم مو حلو لا جبيان اليوم ويا الكومنت لا بس عادي مرات يجي نعطيهم شكرا فالمهم شو نحن ليش ساكتين؟ ماني عارف والله ليش ساكتين احنا؟ خلينا نسولف ماني عارف اسألوني والله شنو نسحب؟ أغنية كيف يعني عجبتوا حبيتوا شو تشوف يصير ترند ولا مش يصير أنا بنزل شيء وما يصير ترند الله صح لازم إن شاء الله شكرا لكم آخر الثواني ما راح تلربي الباكر أروح والله يفوز علينا كم صار الشيشة كبسون يا ربي إذا خلص الجولة إيش راح يجون هذولا إيش راح يقولون بالله ما نخسر يا الربع ما نخسر يا الربع الموجودين حنان دوي الموجودين يصلي يومك شكرا كبسة قوي آخر ثواني يوه
حبيبتي كفو. شكرا اسلام. انا باخذ حصانه. دقيقه انا كمان دقيقه. ها كفو فست انت فست. شكرا كفو. انا باخذ حصانه. استمتع بالسماع لكم والله وبالتوفيق ان شاء الله لكم جميعا. نورتوا بستي. انا بعد يطلع اني بعد لانه ما اقدر اكلم شيء. عمار داريا خلص ما في شيء. يلا داريا دعاء دمت. مع السلامه. مع السلامه. الله معكم. الله دعاء قلبي احبك. مع السلامه يا